اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله معانا مايكروويف ال جي بيصدر صوت عالي عند بدايه التشغيل. الصوت ده لو اهملناه ممكن يؤدي الى تلف قطع غاليه ومكلفه في المايكروويف لو اهملناها، ولكن لو عالجناها بسرعه ممكن ما تكلفناش اي مصاريف تماما. طب تعالوا مع بعض نشوف الصوت ده. هنضع كوب من الماء، تعالوا مع بعض نجرب 10 ثواني مثلا. طبعا سمعنا الصوت، صوت عالي جدا وحتى لو اوطى من كده. التسخين هيكون شغال معاك، مفيش اي مشكله في التسخين، الميه حرارتها ارتفعت والتسخين شغال مفيش اي مشكله، ولكن الصوت عالي. الصوت ده هنشوف ان هو ممكن يتسبب في احتراق قطع غاليه في الميكروويف، هتكلفك مصاريف كتيره، ولكن لو عالجناها بسرعه وما اهملناش الصوت ده التكاليف هتكون بسيطة جدا، زي ما هنشوف مع بعض وهنعرف بعد الفاصل سبب الصوت ده ايه. متنسوش دعمنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ونلتقي بعد الفاصل. تابعونا. فصلنا الباور، ويفضل ترك الجهاز ساعة أو ساعتين بعد فصل الباور عشان يفرغ الشحنات اللي موجودة في المكثف وما يكونش فيه خطورة عليك عند فك الجهاز. وطبعا لو مالكش في شغل الكهرباء يفضل انك تستدعي فني يشوف لك الجهاز فيه ايه. وزي ما هنشوف مع بعض سبب الصوت ده هنعرفه دلوقتي، ولكن المهم ان ما نهملش الصوت ده. في ناس طالما ان الجهاز بيسخن اذا الجهاز شغال مفيش مشكلة، ولكن اللي النهاردة هتقدر تصلحه ب100 جنيه ممكن لو اهملته هتصلحه بالاف الجنيهات. شايفين حضراتكم دايرة الحماية فيوز وفيرستور ودايرة الكنترول والشاشة. هنا الماجنترون ده المسؤول عن اخراج الميكروويف او موجات الميكروويف، والمحول محول رافع الجهد، وهنا في فيوز وفي دايود شرحناه قبل كده، رابط الفيديو في الديسكريبشن، ومكثف الجهد العالي، مكثف الجهد العالي موصل مع الدايود. وعندنا هنا من ضمن القطع المهمة مروحة، المروحة دي لتبريد الماجنترون. بعض الناس بتقول المروحة دي تقليب الهواء الساخن داخل الميكروويف، ولكن ده بيكون في الأفران التسخين مش الميكروويف. الميكروويف الموجات بتاعته بتخترق جزيئات الطعام، مش محتاجة مروحة. المروحة دي شغلها الرئيسي هو تبريد الماجنترون، لأن الماجنترون لو اشتغل فترة بدون المروحة هيتحرق لأن درجة حرارته بتعلى جدا، كذلك المحول. إذا الصوت ده بالفعل خارج من المروحة بسبب خشونة، عدم تزييت او اتربة، او ممكن تآكل اكس المروحة، وبالتالي بعد فترة معينة ممكن تتوقف تماما، وتوقفها يسبب احتراق الماجنترون او المحول مباشرة، لان الماجنترون حرارته بتعلى جدا وبدون المروحة هيتحرق مباشرة. اذا تجاهل الصوت ده وتجاهل اصلاح او صيانة المروحة بيتسبب في احتراق الماجنترون. سعره بيختلف من مكان لاخر وعلى حسب القدرة بتاعته، كذلك المحول برضو سعره غالي، ولكن المروحة حتى لو اشتريتها جديدة مش هتعدي 100 او 150 جنيه. فطبعا صيانة المروحة مهمة جدا. تعال نشوف هنفك ازاي المروحة. شلنا دايرة الحماية وفكينا المسمار ده، نفك المسمار هنا، المسمار اللي تحت ده. نفك مسمار الدايود، في كليبس هنا كده هتطلع معانا المجموعة دي كلها. هنشيل الفيشة دي،
عشان نقدر نطلع المروحة ونعرف أماكن الإسلاك طبعا. هنفك تثبيت المروحة من هنا. شلنا الريشة عشان نقدر نخرج المروحة، وطبعا بعرفين عدلتها. هننضفها من الأتربة. شلنا الأتربة اللي على المروحة. نفك المسمارين. نخرج الوش ده. وهنشيل أي أتربة على الأكس من الأمام ومن الخلف الأتربة دي، وجفاف في التشحيم ممكن يسبب الصوت ده، وأحيانا يسبب توقف المروحة بالكامل وبالتالي سخونة المجنترون واحتراقه، واحنا في غنى عن الكلام ده كله. أنا شايف إن الأكس مفهوش تآكل ولا حاجة، إن شاء الله هي مسألة أتربة فقط. هنضع شحن حاجة بسيطة كده على الأكس ومن الجهة الخلفية برضو. هننظف الجلبة دي. الجلبة دي نحاس برضو ممكن يحدث ليها تآكل، لذلك لو هتفك الجهاز بنفسك يفضل تجيب مروحة جديدة، لأن ممكن بعد ما تقفله يشتغل معاك فترة ويرجع الصوت تاني، ده لو تآكل في الأكس أو الجلب. ولكن لو الموضوع مسألة أتربة فقط إن شاء الله هيشتغل معاك مفيش أي مشاكل. نرجع القطع بنفس الترتيب بالشكل ده. طبعا هنا حطينا شحن. مسمار تثبيت المروحة. هنثبت الريشة بنفس الاتجاه بتاعها. ونلف الريشة بالشكل ده. نتأكد ان مفيش اي احتكاك بأي جزء مع الجسم الخارجي. طيب نثبت الفبرة زي ما كانت. ملحوظة مهمة يا جماعة، محدش يحاول يفرغ شحنة المكثف، لأن شحنة المكثف دي بتكون جهد عالي جدا في حدود ال 1200 فولت، فتفريغ الشحنة دي خطر جدا. المكثف فيه مقاومة داخلية بتفرغ الشحنة تقريبا في خلال 5 دقايق بتكون شحنة المكثف اتفرغت. احتياطي احنا ما بنجيش جنب المكثف نهائيا، نشيل الفيشة قبل ما نشتغل في الجهاز تقريبا ساعة أو ساعتين، ده للأمان. ولكن محدش يحاول يفرغ شحنة المكثف. كده ثبتنا دايرة الحماية وهنوصل الفيشة. لازم نكون عارفين الأطراف بنفس الترتيب. وآخر حاجة ما ننساش طبعا، لو نسينا الدايود مش هيكون فيه تسخين. الدايود مهم جدا في عملية التسخين. قفلنا كل حاجة. نتأكد مرة تانية من حركة الريشة. تمام، هنوصل وتعالى مع بعض نجرب نشوف الصوت. لازم طبعا نضع كوباية تمتص الأشعة ونشغل 10 ثواني ونشوف. بسم الله. طبعا هنا مش مرتاح.
تمام كده، واضح جدا ان الصوت اختفى، صوت الخشانه اللي كانت موجوده في المروحه. تمام، اذا المشكله اللي كانت في المروحه كانت مشكله اتربه. كده ان شاء الله هنقفل جهازنا وكده وقنا نفسنا والجهاز من مصاريف كبيره كنا ممكن ندخل فيها، وهي مصاريف احتراق الماجنترون او احتراق المحول. اتمنى الكل استفاد من الفيديو النهارده. طبعا ما تنسوش الاستفاده، يدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو اول مره تتابعنا، وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم مفيد ان شاء الله. سلام.